النجم هذه الصفة اللي لا تطلق إلا على كل من صنع مشوار استثنائي وناجح على الصعيد الرياضي والمهني وعلى الصعيد الشخصي والأخلاقي. لذلك احنا موجودين معاكم في برنامج مشوار نجم اللي يطلع عليكم يوميا عبر القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، ويوميا يكون معانا نجم للحديث عن مشواره ومشوار النجومي. اليوم معانا نجم مميز في عالم وسماء كرة القدم، نرحب فيه الكابتن الكبير في منتخب الكويتي وأيضا نادي السالمية حسين الخضري. حياك الله في مشوار نجم. الله يطول عمرك يسلمك أخوي محمد، وأحب أسلم على السادة المشاهدين. حياك الله. مشواري مشوار أي لاعب سابق مثل نادي ومثل منتخب. يعني بدايتي كانت بالفريج، وبالأخص خلينا نقول التنافس الشريف والطيب والراقي وفريجنا بيننا بين بعض، يعني مع عسى الله يوفقه ان شاء الله في 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 منصبه وفي مركزه النائب فهد فلاح بن جامع. يعني فريجنا وتنافس مع عيال عمه وربعنا احنا على قولتهم الحضر مع كذي، يعني تنافس، يعني تنافس رياضي جميل حيل 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 يعني. ف تالي بعدين بعد نادي السالمية عن بيتنا، يعني في منطقتنا ما هو بعيد، فكنت محب اني اروح نادي السالمية. طبعا انا يمكن كنت احضر مباريات النادي العربي بالربع عرباوية، وانا مشجع للنادي العربي وكنت محب للنادي العربي من الصغر، يعني من الصغر اي فعلا. فالنادي قريب علينا ورحت نادي السالمية. اول ما رحت ما استقبلوني الاستقبال طبعا كوني إن صغير بالعمر. فأتذكر الله يرحمه الكابتن إبراهيم موسى قال لي من توصل أولى متوسط تعال، أنا وقتها بالابتدائي يعني. فأتذكر أول ما وصلت أولى متوسط أول يوم أشوف متى التمرين وهذا رايح مبكر عاد. رحت مبكر، ووقتها كان مدربنا مجدي سالم الله يذكره بالخير والله يرحمه الكابتن إبراهيم موسى. فأول ثلاث مباريات مع التمارين أو ثلاث مباريات ما كانت في حسبة المدرب ولا في بال المدرب بتاتا. فتدري تكون عندي ها أكمل ما أكمل، قلت خل أعطي الفرصة الرابعة المباراة الرابعة القادمة. فتدري أحوس وأروح قدام المدرب رايح راد يحس بوجودي. إيه بوجودي يعني. أتذكر مباراتنا مع القادسية النتيجة 2-1 حق القادسية وملعب القادسية. كان يقول لي حسين أنت بتحب تلعب فين يعني؟ قلت له هجوم. نزلنا هجوم ثلاثة قوال ما شاء الله. اي والله قولت 4-3 او شيء، قولت ثلاثة قوال. نعم. من بعد هالمباراة انا العزيز، انا الغالي، انا فاستمرت بنادي السالمية من تحت خلينا نقول 11 سنة او 12 سنة، بعدين 13 15 الى بعدين صارت متغيرات تصير تحت 16 تغيرون الاعمار والاعمار وهذا لمن وصلت الى الفريق الاول. وعلي يعني نرجع كذلك لهذه التفصيله الجميله اللي ذكرتها في بعد حديثك، وهو اللعب في الساحات الترابيه. شنو كان مركزك في ذلك الوقت؟ ما في مركز ساحه ترابيه، ما في مركز هجوم دفاع كل شيء، تاخذ كره من جول لجول وتلعب مع الربع يعني. يعني كان في تنافس حلو، ربع بيننا بين بعض معايات ونجره، لكن هم يفوزون احنا نفوز. قاعد اقول لك انا حتى مو مع اخوي فهد فلاح بن جامع، لا ترى حتى الفريق مع طارق الجلاهمي فريقنا الصوب الثاني. فكنا نتنافس، كنا نتنافس ايضا مع فريق في تحديات محليه في خارج حتى مع فريق العوازم اللي صوب مدرسه ثانويه السالميه المشترك للبنات، هناك كان اغلبهم اخوان العوازم، فيصير في تنافس بينه زين. فما بالك بعد اما اللي اكبر منه بالعمر، اظن هم في تنافس الملعب يصير عليه ضرب يعني توقيت. يا سلام لا ما انا اشياء جميله بدينا نفتقدها يا ابو علي. وايد في لاعبين، ترى لاعبين محبوب جمعه في هالملعب هذا احنا كنا نلعب فيه، اللي يم الجامعه الامريكيه الان. فيصل مجيد، مبارك طراد، ما تحت كل يمكن عيال بريتشي بعد نفس الشيء. وعندنا ايضا حتى لاعبين من نادي السالميه كانوا في منطقه الوطنيه كان يجون عندنا تنافس لعب الامور هذه كلها. اذا لما دشيت النادي اول مباراه لك كانت كمهاجم، هذا المركز يعني على خلاف ما عرفناك فيه ابو علي، شو اللي صار فيما بعد مرحله سنين؟ استمريت كمهاجم يعني؟ استمريت كذا لعبه يعني مهاجم والعب تالي. بعدين المتغير صار في تحت 19 سنه، تحت 19 سنه يعني او تحت 16 سنه، المدرب كان يحتاج الى لاعب نص او وينج يمين، فكنت العب هالمراكز هذه كلها. بس المتغير الاكثر المشكله ان انا مالي مركز ثابت، يعني تحطني في اي مركز ممكن انا اتوفق فيه. يعني لو اقول لك ان انا انظلم لو بصير عملت اختيار افضل باك يمين
ما أكون من ضمنهم وأنا ألعب باك يمين صح وزين. نعم. بتقول نص متأخر لاعب محور أنا لاعب زين بعدين ما أمدح نفسي بوله غرور. نعم. بس أكون مظلم يعني أنظلم فيها. نعم. ألعب أكثر من المركز. نعم شوف هي ميزة أبو علي. ايه؟ بس مرات تكون يعني عيب. بس إلا حارس المرمى ما لعبت أنا فقط. نعم هذا المركز الوحيد اللي كان. أبد. يمكن حتى بالساعات الترابية كنت تلعب. لا ما لعب حارس بتاتا. أبدا. نعم إذا كابتن يمكن حسين الحديث عن تعدد المراكز هذه ميزة ولكن ممكنها تظلمك في مرات في اختيار المركز المحبب لك. صحيح. إنك تحب والله مركز معين فإنك تلعب كل يوم في مركز هذا ممكن يأثر على مسيرتك واختيارك للمركز المفضل لك. لا الحمد لله يعني المدرب قاعد يلاحظ ويشوف انه. نعم. ممكن هذا اللاعب اللي هو خلينا نقول اتكلم عن نفسي انه ممكن هذا اللاعب يخدمني في اكثر من مركز. صحيح. في حاله اصابه لاعب معين في حاله عدم اكتمال الدكه ممكن ان انا اكون لاعب بديل في هذا المركز فتعودت. نعم. اني العب باك شمال انا بحياتي ما لعبت باك شمال لعبت باك شمال في خليجي 13. نعم. واكون صادق يعني ما يعني هذه الشمال حق المشي. نعم. لكن لما يقعد يمك جاسم يعقوب يقعد يمك يوسف دوخ الله يذكره بالخير وشافيه وعافيه يا رب وسامح حسين ويفاجئك المدرب ان انت تلعب باك شمال يوم اذا انا باك شمال اقول حق جاسم يعقوب ما اعرف العب باك شمال شمال ما اعرف العب فيها فلما يجيك الدوخ يقول لك لا تحاتي من ناحيه دفاعيه انا اغطي عليك. نعم. فكان يغطي علي دافع معنوي كبير. نعم. إيه وتوفقت يا وجاسم يعقوب ايضا حتى الاخوان اللي كانوا اعضاء الاتحاد في وقته. نعم. يلا شد حيلك وكانت. نعم. فرصه ترى. صحيح فرصه يعني الجلطه ذهب انه ممكن انا ارجع للكويت ما اكون مع المنتخب. نعم. حتى ايضا يقع هذا الامر على اسامه حسين ايضا. صحيح. ما اخذ فرصته جت المباراه اللي احنا اثنين اخر مباراه قبل كاس الخليج. انت تلعب باك يمين وحدك 45 دقيقه والله حطيت انت ضغط بس 45 ليش ما تلعب مباراه كامله. نعم. هذا كان ايام ميلان ما شاء الله يعني. صحيح. فلعب اسامه حسين يمكن اللاعب اللي ما اتذكر ما كان يسانده دفاعيا ما لعب في بدايات الخليج 13. نعم. تالي بعدين شارك في البطوله لكن انا لا توفقت. يم الدوخي روح سوي كروس اللي ما تقدر تلعب الشمال عدلها. ذكرني في لاعب وليد الجاسم. نعم. وليد الجاسم ما كان يلعب الشمال بس. صحيح. لكن كان يعدلها باليمين ولا وخذت القاعده هذه. نعم الحمد لله. نعم اذا فعلا تخدم منتخبك في اي مركز. صحيح. كنت خير من. صحيح. يمثل هذا الامر بس انت ابو يمكن ابو علي وصلت الى مرحله بعيده احنا الحين بالمراحل السنيه ترى ما طلعنا منها ونبي نتحدث ويا. عن المجموعه اللي كانت موجوده معك في نادي السلميه في ذلك الوقت منو كانوا تبي من تحت يعني شوف في اسامي اذكر نواف المرطى سامي. نعم. المرطى سالم مروي حسين احمد فريد علي حسين عبد الجليل. نعم. احمد فهد العجمي محمد جوهر حياه محمد جواد جوهر حياه. نعم. حسن الفايز فواز المضاحكه. نعم. لاعبين محمد استمروا معك في المراحل السنيه غالبيه اي استمروا معنا الفريق الاول. نعم. واتذكر وليد بوحيمد جمال المطاوعه. نعم. فادي الشمري اللي سله خالد الشمري حارس نادي كاظمه. نعم. في عيال البريتشي طبعا صالح ومحمد كانوا اصغر لكن كنت امارس مع اخو صالح ووليد البريتشي الله يذكرهم بخير عادل البريتشي. نعم. طبعا ابو علي اذا كنت مشجع عرباوي ليش. نعم. ما جربت نفسك في نادي العربي؟ كان بعيد وتدري بعد الاهل من يخافون يعني طبعا تركب الباص وليك الباص وهذا ما 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 خلوني مع انه عمامي وخوالي كانوا في نادي العربي. يعني كنت اتمنى اني انضم حق النادي العربي يعني جت لي عروض في النادي العربي لكن ما كتب لها التوفيق اني اروح النادي العربي. صعدوني من 13 الى 15 سنه اللي نادي السلميه اخذ الدوري انا كنت من ضمن اللاعبين اللي في اخر مباريات اللي ضموني فيها. يمكن وقتها كنت العب نص متاخر وبين النص اليمين لو اجمل مرحله. نعم. من معسكرات ومن مباريات قويه كنا نلعب مع توتنهام كنا نلعب مع ليدز يونايتد. نعم. كنا نلعب مع ساوثهامبتون مع فرق انجليزيه. نعم.